ان شاء الله. انا حبدا باخر عباره قال عم الماحي، انا حمشي افتح الراديو احتمال يذيعوني. دي ممكن يكون فيها نوع من الاحباط، فيها نوع من الياس، فيها طاقه سلبيه. ليه يا عم الماحي تفول على نفسك؟ طيب من موضوع عم الماحي ده ذاته موضوعنا، احنا كيف نفكر في حياتنا عشان ننتقل من التفكير السلبي للتفكير الايجابي؟ شنو هي الخطوات اللي احنا لو اتبعناها هي خطوات بتخلي نمط حياتنا وتفكيرنا ايجابي، بالتالي حتتغير حياتنا الى الايجابيه. سعيدين انه تكون معنا داخل استوديو صباحات طيبه دكتوره ساميه الحاج عماره، مرحبا بك كثير، اختصاصي علم النفس. صباح الخير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم استاذه انسان واستاذه هايلين، وسعيده مرحبا جدا بوجودي معكم، واتمنى ان يعني اضع بعض الاشارات للمستمعين حتى تتم الاستفاده. نعم. إن شاء الله. نعم. دكتورة سامية مرحبا بك. والإيجابية في الحياة لما نحن نكون إيجابيين في حياتنا، في فكرنا نتناقش بيقول لك يا أخي الزول ده عايش في وهم كده، خلي إحنا زلنا نتعرف على الإيجابية في الحياة ومن وين نحن بنجيبه وكيف نكون إيجابيين. طيب أول حاجة إحنا نبدأ بمقولة قال إبراهيم الفغي مدرب التنمية البشرية المعروف رحمه الله، قال أنت لا تستطيع أن تتحكم في كل الظروف، لا تستطيع أن تتحكم في كل الظروف، لكن التفكير الإيجابي يؤدي إلى مزيد من الإيجابية، يؤدي إلى الحياة بإيجابية. بمعنى أنه مثلا ما بيوجد إنسان مثلا ما بتواجهه مشكلات أو عقبات في الحياة، لكن عشان يتعامل مع هذه الأشياء بصورة أكثر واقعية، عندنا مثلث فيه قرار وفيه اختيار وفيه مسؤولية. هل أنا قررته بصورة صحيحة؟ القرار ده بيتطلب مني كثير من الأشياء. الاختيار عندي مجموعة من الأمور أمامي يجب علي أنه أنا اختار بصورة سليمة، بعد ذلك بيبدأ الجانب بتاع المسؤولية. نعم. جميل، مرحبا كثير دكتورة سامية. طيب الشخصيات والأنماط بتختلف تماما، يعني بتلاقي أنه في شخص فعلا قادر أنه يخطط لحياته وقادر يضع نقاط على أساس يصل بالي برا الأمان، في العنيد، في الود، في الطيب، في المتمرد، يعني مجموعة من أنماط لشخصيات البشر. فكيف الشخصيات دي حسب أنماطها ممكن ترتقي بتفكيره وتفكر بطريقة إيجابية؟ طيب إحنا عندنا يعني حاجة مهمة جدا جدا قبل ما نخش في 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 الأنماط بتاعت الشخصية وأنواعها، يمكن عندنا في أشياء مؤثرات يعني عوامل حول الإنسان بتخليه يعني يتأثر بما حوله. من ضمن الأشياء مشكلتنا مع حاجة اسمها البرمجة السابقة. يعني البرمجة السابقة للإنسان تمت من وين؟ تمت من عادات قديمة، من معتقدات، من أفكار للأسف الإنسان بيكون بنى عليها، فبتجي حياته المستقبلية أو الحياة القادمة أو حتى الحاضر الآن هو موجود فيه مسيطر عليه بعض الأشياء. مثلا في زول بيقول لك أن إحنا كان يعني مثلا آبانا بيعملوا كده، مدارسنا كانت بتعمل كده، يعني ناسي أنه يعني حتى الوقت الحاضر الآن يتطلب يعني تغيير للظروف على حسب الوضع اللي هو موجود فيه، موجود في زمان غير الزمان السابق. فبالتالي إحنا عندنا يعني يمكن حاجات مهمة جدا إحنا نقف فيها، يعني التأثير لا يبدأ من الخارج فقط. الحاجة المهمة جدا جدا إنه التأثير يبدأ من الداخل، اللي هي شنو؟ تقبل الذات، إنه هل الإنسان متقبل ذاته متقبل نفسه، حاجة مهمة جدا جدا. تاني بنقول هل الإنسان عنده هدف في الحياة؟ أنا عندي هدف، يعني أنا موجود في الحياة عشان أعمل شنو. عندنا حاجة يعني كثير من الناس بتكون يعني مشتركة حولها، حاجة بيسموها منطقة الراحة والأمان، اللي هي نقصد بها شنو؟ مثلا إنسان يعيش في أسرة، عنده بيت خلاص هو موجود فيه، عنده مهنة ممتهنة، عنده مجموعة من البشر بتعامل معاهم، دي كده حياة تحت الإنسان. لكن أنا مثلا وجودي في الأسرة، تعاملي داخل الأسرة كيف؟ المهنة بتاعتي، هل أنا في المهنة اللي أنا موجود فيها بتعامل بصورة بتاعت روتين إنه أنا أمشي أؤدي العمل ده وخلاص، ولا هل أنا عندي يعني مهارة، عندي خبرة، عندي عطاء، عندي يعني تطلعات لمزيد من النجاح ولمزيد من الإيجابية في إنه أنا برجع للهدف أنا عايزة أصل له. عشان كده بنقول مثلا الأشخاص ذاتهم يعني قسمون ستيفن كوفن لخمسة أصناف، قال يعني بسياسة إنه مثلا وين وين، في شخص عايز هو يكسب والآخرين يكسبوا، ده بيكون التعامل بتاعه إيجابي. في شخص عايز مثلا وين لوز، بمعنى أنا أكسب وإنت تخسر، أنا موجود معك في عمل الشخص الأناني،
بتهمني مصلحتي انه انا استفيد وانت تخسر. في شخص ثالث انا اخسر وانت تستفيد، اللي هو ده بنلقى الانسان اللي بيضحي، ايوه اللي بيقوم بالتضحيه. في شخص انت تستفيد وانا استفيد والمجتمع يستفيد. الخامس اللي هو عباره عن شنو؟ عباره عن انه انا بقوم بعمل، العمل ده ممكن تستفيد منه الاسره، استفيد منه انا شخصيا في المقام الاول، تستفيد منه انت الطرف الاخر المشترك معي في هذا العمل، تستفيد منه مجموعه من البشر، فبالتالي بيكون عطاء للمجتمع. وذكر انه اخر خطوه اللي هي الخطوه الخامسه بتاعت انا استفيد وانت تستفيد والمجتمع يستفيد، دي اهم خطوه في هذه الخطوه. جميل، نحن حنعرف خطوات كثيره جدا مهمه نحو الايجابيه، يعني شنو ممكن انا اخطوه عشان انا اكون انسان ايجابي. لكن خلينا نذكر الساده المشاهدين اللي عايزين يشاركونا خطواتهم الايجابيه في الحياه وكيف هم ايجابيين على ارقام التواصل الان، يتواصلوا معنا من خلال 0183 40 47، وكمان ممكن تكلمونا 0183 43 87 99، وممكن ترسلونا من خلال رقم الواتساب بتاع الرسائل فقط عشان ما نطلع على رسائلكم 0123 50 158، وممكن كمان تتواصلوا معنا من خلال صفحتنا عبر الفيسبوك صباحات طيبة لقناة طيبة الفضائية، وكمان ممكن تتابعونا عبر البث الحي والمباشر www.taiba.tv. وخلينا نشوف الخطوات المهمة شو نحو الإيجابية. نعم. خطوات معينة أنا ممكن أمشي عليها عشان أقول أنا إيجابي؟ نعم، في خطوات كثيرة جدا إحنا ممكن نمشي عليها. الخطوة الأولى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، ونعمة بالله. أيوة، أهم خطوة استعين بالله وأتوكل عليه. أعرف إنه في أشياء بتجيني من ربنا سبحانه وتعالى، لكن بعد ذلك بتبقى إنه كيفية التعامل مع هذه الأمور. هل عندي رضا تقبل؟ يعني حأقبل الأمر ده ولا حأظل يعني مثلا مكتئب والحاجة بتسيطر على تفكيري لدرجة إنه يعني ما تخليني. دايما إن إحنا بنقول أفصل بينك وبين المشكلة. يعني أنا واجهتني مشكلة، المشكلة ما كل شيء في حياتي، ما تبقى لي عائق مثلا تعيق باقي حياتي، لا تعيق حياتي، وما هي ما كل الأشياء، أكيد في جانب إيجابي وأكيد في جوانب أخرى. أنا يعني أول حاجة استعيد الهدوء، أفكر بوعي، العقل حاضر، عشان بعد ذلك أقدر أتخلص من هذه المشكلة. نقطة تانية مهمة جدا اللي هي أن إحنا دائما قاعدين نتكلم عنها وكثير من المدربين بيتكلم عنها، تحديد الأهداف. الإنسان لازم يكون عنده هدف ويكون عنده هدف واضح. الحاجة الثالثة اللي هي استفادة من خبرات الآخرين، بالذات الناس اللي نجحوا في الحياة عندهم خبرات، نحن نستفيد من خبراتهم. الحاجة الرابعة القيم العليا اللي هي قيم العطاء، قيم التسامح، قيم الصدق، قيم الأمانة، تحمل المسؤولية. عندنا الحاجة الرابعة برضو يعني مثلا أن إحنا دايما يعني بنعيش في الماضي ونقوم نتوقع حاجات للمستقبل. الإنسان يطلع من الماضي خالص، الماضي ده قد يكون عندي فيه تجارب سيئة أو تجارب جميلة، ده شيء محتمل وأكيد، لكن كيف أنا أفكر الآن في الحاضر؟ الآن المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى، الماضي انتهى، انت الان موجود في الحاضر، دار تعمل في شنو، بتفكر في شنو هدفك في الحياه، انك انت تعمل شنو، وبياته كيفيه وبياته وسيله. مثلا في اشخاص كثيرين بيقولوا والله نحن يعني ما حنقدر، لانه مثلا انا ما عندي يعني مثلا مال كافي لانه انا اعمل حاجه، او انا يعني مثلا انسان ممكن يكون ما عنده ثقه في نفسه، انا مثلا حاعمل كده. عشان كده بنقول الاشخاص ذاتهم لما يكون عندهم هدف نحن بنقسمهم برضو لخمسه خطوات. احنا هنشوف عفوا المقاطعة الخمسة خطوات اللي نعم. محددين اهدافهم، لكن خلينا نستقبل الاتصال معنا الان. صباح الخير. جدا صباح النور. مرحبا بك، تفضل. معكم سليم تاجر من الوراشي. مرحبا سليم من الوراشي مالية، تحية لك يا سليم. لكم التحية والتحية للناس طيبة والتحية للدكتور سامية، وطبعا هي من بلدياتنا الولايات الشماليه، وتحيه ليها ولسرتها، وتحيه لكل الناس اللي بتابعوا داخل وخارج السودان. يعطيك العافيه سليم. متابعنا، احنا بنتكلم عن الايجابيه في حياتك، كيف تفكر، كيف تغير نمط حياتك للايجابيه؟ نعم، الايجابيه يعني شيء مطلوب للمجتمعات والافراد. انا الحمد لله يعني ما اقدر اقول انا اشكر نفسي، لكن يعني الحمد لله يعني اي حاجه بعملها انا انسان ايجابي. انا لما اشارك في قناه طيبه في الموضوع ده واشارك والناس بتسمع صوتي، وسواء كان عليك مشكله يعني اتمنى ان شاء الله واحد بيتاثر بكلامي انا بكون ايجابي. التاثير الايجابي مهم جدا، لانه
بيعمل على رفع كفاءة المجتمع وبيعمل على الإصلاح، إصلاح دائما. وأي إنسان إيجابي بتلقى فيه بذرة بتاعت خير، وبتلقاه سبحان الله يعني إنسان يعني ماشي على الطريق المستقيم، حتى في بيتك سواء كان مع الزوجة أو الأولاد يعني بتغير نمط حياتهم من خلال تقسيم الوقت بتاعهم وترتيب الأمور بتاعتهم، وبتكون أنت إنسان يعني ذو أفكار عالية، حتى بتقدر تدير هذه المؤسسة بحكمة بعدين بتضع أسس حمودية. برضه لو جينا في مكان العمل بتكون انسان ايجابي في افكاره في خلال ترويج براحته وفي خلال تعامله مع الناس يكون ايجابي، الابتسامه ذاتها شيء ايجابي بيبعث الفرح والسرور في الانسان. اسئلتي والبرنامج بتاعكم ده برنامج ايجابي، القناه بتقدم برامج ايجابيه لنا بتلامس كل ذوق المجتمع سواء كان اطفال شباب كبار، وهذا الان عندنا جميع بارك الله فيك. شكرا جزيلا لاتصالك. شكرا. تفضل دكتور لو عندك تعليق على كلامه. ويعني أكتر نقطة ممكن نكون استفدنا منها أنه الواحد يحيط نفسه بأشخاص إيجابيين عشان ما ينقوله الطاقة السلبية. نعم، هو تكلم عن أنه يعني ذكر برنامجكم ده واحد من الحاجات الإيجابية، ويعني ده ما كلام يعني عشان مثلا أنا مستضافة، لا بجد لما مثلا يحدث تغيير، هل أنا موجود في روتين بتاع عمل ولا عملت بعض التجديد، ويعني تجديد وتغيير تغيير إيجابي للأفضل. يعني دائما نحن بنقول واحدة من الإشكالات التركيز السلبي، يعني أنا بكون موجود في موقف، ليه مثلا الأشخاص اللي بيكونوا موجودين في مجال العمل وتتعمل لهم دراسات بيجيهم اكتئاب مثلا، لأنه بيمشي صباح يشتغل يجي راجع، يعني ما بكون في تغيير أو بيكون في روتين قاتل. الروتين يؤدي لكثير من الإشكالات، عشان كده نحن دائما يعني بنتكلم عن أهمية وجود الهدف. مثلا الهدف عندي في زول بيكون أصلا ما عارف أنه هو داري يمشى، ده النوع الأول، يعني ماشي متخبط، يعني دائما بيكون عنده النقد واللوم، انا ما يعني ما نجحت لانه كان بخطع عوائق قدامه، ممكن يلوم الاخرين ويلوم نفسه في المقام الاول. بيكون في شخص ثاني عارف الهدف بتاعه لكن يعني ما عنده ثقه في نفسه، يعني مثلا انا حافشل، انا ما حانجح، الحاجه دي قد تكلفني كذا كذا، يخد كثير من الاحتزارات. عندنا نوع ثالث هو عارف الهدف بتاعه وعنده تخطيط له، لكن شنو يتأثر بالأشخاص الآخرين، بمعنى إنه مثلا يستشير برضو، ليه عنده ضعف شخصية يقوم يستشير الآخرين، يقول أنا والله عايز عندي فكرة فلانية داير أعملها، رأيك شنو؟ يلقى شخص يعني يقوم للأسف ما يدعم الفكرة بتاعته، يديه رد سلبي ما إيجابي، يقول لي مثلا أنا بعرف إنه في زول جرب الفكرة بتاعتك دي وفشلت، ما نجحت طوال الحاجة دي بتخليه إنه يقوم يحصل له نوع من الترك، خطوات للرجوع، يعمل بالضبط كده ممتاز، يتردد. عندنا شخص آخر عارف هدفه وواضح قدامه وعنده تحدي، لكن برضه يتأثر، قد تكون هنالك عوامل داخلية أو خارجية بشكل ما تؤثر فيه. عندنا النوع الخامس شخص عارف الهدف ومخطط وعمل من أجله وحقق نجاح. يبقى معناها تبع لكلامك، انا طوالي بيجي في بالي انه معرفه الذات عندها علاقه جدا وعلاقه كبيره بانه الايجابيه في الحياه، انا اكون ايجابي، كل ما انا عرفت ذاتي وانا عايش شنو احقق شنو، يبقى معناها بكون ايجابي جدا في الحياه. الايجابيه هي الذات، اجابه مختصره ومفيده. الايجابيه هي الذات. نعم. يعني استاذه انسام، لما تكوني انت يعني ربنا سبحانه وتعالى قال ميزنا بان لنا عقل. نعم. انا عندي عقل حاضر، انا موجوده في الحياه، أنا بفكر بصورة صحيحة، ما مهم أنا أصل لهدفي متين، المهم أنه أنا أسعى نحو هذا الهدف. هل أنا يعني سعيت نحو الهدف؟ وخلال السعي بيكون في شنو؟ في نمو. نحن يعني زي مثلا مرحلة يعني الطفل في مرحلة النمو بمر عبر مراحل كثيرة، المراحل دي إذا تمت يعني المدخلات بتاعت أو إشباع الحاجات الأساسية بتاعته، عززنا صغته في نفسه، أحتناه جانب الترفيه يعني، والأسرة موجودة متماسكة، الاهتمام الرعاية، التغذية الجيدة، يعني الاهتمام للإبداع أو الابتكار بتاعه نميناه، لو عنده بوادر بتاعت قيادة نمينا روح القيادة، فبالتالي طالما الخطوات مشت بصورة سليمة الباقي بيمشي بصورة سليمة. عشان كده يعني نحن بنقول السبع سنوات الأولى 90% من المعتقدات والأفكار بتجي من وين؟ من الوالدين،
من المحيط بتاع العائلة ذاته، الأسرة الكبيرة، من المدرسة، من المجتمع. تمام. نعم. دكتورة سامية، كثير مننا بيكون عنده رغبات داخلية يعني بتصب في مصلحته، سواء كان تحقيق دراسة، نيل شهادة أو درجة علمية زيادة أو كسب مالي، لكن جواه بتحسي إنه في تردد وما في دافعية، ما في شيء يحركه ويخليه يلتفت لأنه ممكن يقوم بتنفيذ الأفكار اللي هو خدتها عشان ينتقل لحياة أفضل. ما في دافعية، يعني ما بتحس إنه عنده دافع قوي كده يشجعه. طيب ده إنسان بيعاني من الإحباط، محبط بسبب ما، محتاج لشنو؟ محتاج هنا لأنه تدخل، التدخل ده ذاته بيختلف. هل في زول في الأسرة ممكن يتدخل يفيده؟ هل استشار؟ مكاتب الاستشارة موجودة، استشارات النفسية دي موجودة، يعني مثلا على سعيد الجانب الإداري المختص بالمال والتخطيط وفي كيفية التعامل لو عنده مشروع، إذا افترضنا إذا كان مشكلة تانية شخصية متعلقة بالذات زي ما أنت ذكرتي، مثلا عنده حاجة متخوف منها أو ما قادر، يعني إحنا دايرين نعمل له يعني تعزيز، دايرين نرفع من قدراته، دايرين نطور مهاراته، فبالتالي هو الاستشارة. ودايما يعني إحنا عندنا مقولة مهمة جدا في الإرشاد النفسي، إنك أنت لا تقدم الإرشاد إلا في وقت الحاجة، اللي هو بمعنى إنه مثلا تجيني أستاذة هايلين مقتنعة تماما من داخلها إنها هي عندها مشكلة عايزة تحلها. عشان كده أنا قبل شوية قلت لكم واحدة من الحاجات الإيجابية هي الذات، إنك أنت مدرك حاجاتنا كلها يعني منصبة للأسف في عملية الإدراك، والإدراك ده بيكون إدراك سلبي أو إدراك إيجابي، لكن احنا مدركين مثلا بتلقي في إنسان موجود في حتة الإشكالات بتحدث وين، في إنسان موجود في مكان، ودايما الناس اللي بيكون عنده نوع من الخوف والتردد، شاف موقف، شاف حريق، شاف حادث، توجد في المكان وخاف. في زول بيكون قاعد في مكان وعنده خوف مرضي، يتخيل هو موجود، يتخيل الخوف، يتخيل انه واجهته مشكله. في انسان يعني موجود لكن عنده الادراك بتاعه السلبي مؤثر عليه، يعني هو عنده امور بيقوم بها مدرك تماما، محتاج لانه احنا نغير، وربنا سبحانه وتعالى قال لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. نعم دكتوره ساميه، يبقى احنا عندنا الايجابيه في الحياه، بنلقى ناس حولنا هم دائما ايجابيين جدا، يعني حتى اذا سالتهم بدوك طاقه ايجابيه جميله تواصل بها حياتك، بتلقى حتى هم ممكن يكون محيطهم فيه مشاكل، هم بتخطوا كل المشاكل دي ودائما بينظروا نظره ايجابيه لقدام، بيقول لك انا ان شاء الله هعمل الحاجه الفلانيه ولازم هعملها وححققها وبعدها هعمل، وبنلقاهم هم فعلا ناس نشيطين وعندهم ابداع وفكري مختلف وعلى طول في حاله تجديد وايجابيه وطاقه كده، يعني انت لما تشوف بتحس ان والله فلان ده نفسي ابقى زيه. الإنسان ده بيفصل بينه وبين الأشياء الحاصلة، يعني بيقول إنه الآخرين ما طرف في موضوعي، أيوة. نعم. يعني بعدين حتى يعني عنده يعني برضو في حاجة اسمها بيقولوا مثلا التعامل، في تعامل أنت تفصل بينك وبين التعامل الشبكي مثلا بيسموه مدربين التنمية البشرية، اللي هو هل أنا يعني في إنسان في خط فاصل بيني وبينه، هايلين في خط فاصل، إنه أنا لازم أكون مدرك تماما إنه في أشياء مثلا متعلقة بي أنا كشخص، في أشياء متعلقة بالأسرة الحاجات الشخصية، في أشياء متعلقة بالمجتمع. بتلقي مثلا في محيط العمل زي ما أنت ذكرتي دايما أنت بتفضل شنو؟ بتفضل الشخص الإيجابي، الشخص المرح. هل إنه يعني ما بيعاني من أشياء؟ بيعاني كثير من الأشياء، لكن يعرف يتكلم بتين ويعرف يقول شنو ويعرف يدي انطباع ايجابي عنه للاخرين. ده الذكاء الاجتماعي. تمام. في شخص تاني بنلقاه بيشيل حاجاته معاه ويمشي مكان العمل، طوال يزعج الناس، انا الليله حاصل لي، انا مهموم، انا حتى لدرجه انه احيانا بنلقى الناس لانهم بيذكروا الناس اللي جنبه، يعني هم عندهم حاجاته، هم اصلا كل انسان عنده حاجته، فلما انت تجي برضه تزعجني قول والله انا ما ماشي اقعد جنب فلان، احسن لي امشي جنب فلان ديك لانه حتضحك حتونس حتديني فكره جديده، على الاقل تخليني طاقة انا اكون مختلفة. ايوه طاقه ايجابيه بدل ما انه امشي لزول دائما كثير الشكوى. عشان كده بنقول واحده من الحاجات المهمه جدا مثلا احنا اذا كان عندنا نقد او كان عندنا اللوم او كان عندنا تذمر، نبتعد من النقد ونبتعد من اللوم الشديد ونبتعد من التضجر او الشكوى الشديد. الإيجابية في الحياة ممكن تكون مكتسبة، معلش الإيجابية في الحياة ممكن تكون مكتسبة من وين؟ إحنا ممكن نكتسبها إذا كانت مكتسبة، نكتسبها من البيئة،
نكتسبها من المحيط اللي احنا موجودين من فيها، من الدورات التدريب نكتسبها، نعم. من التدريب نكتسبها، من تنمية المهارات. نعم. نورتينا دكتورة سامية الحاج عمارة، شكرا جزيلا لك، اختصاصي علم النفس، ونشوفك ان شاء الله في صباحات اخرى. شكرا.